مرحبا اعزائي المشاهدين، كيفكن اليوم؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب، وان شاء الله تكونوا عم تنبسطوا بالفيديوهات اللي انا عم اقدم لكم اياها. اذا عم تحبوا فيديوهاتي ما تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب اللي هو زر الاشتراك بالقناه، وفعلوا زر الجرس مشان توصلكم نوتيفيكيشن اي رساله جديده اني انا نزلت فيديو جديد وما يروح عليكم اي شيء. واذا حابين تتابعوني على الانستغرام تبعي، لاني انا هون ونيكا بكون بتواجد بكثره بشكل تقريبا يومي، لا تنسوا تابعوني على انستغرام اللي هو تحت على اسفل الشاشه تحت على الشمال، ففيكم تتابعوني كمان هنيك وعلى كل السوشيال ميديا محطوطين بصندوق الوصف. خلينا نروح اليوم ونبلش الفيديو تبعنا. الفيديو تبعنا لليوم رح يكون فيديو كتير حلو. اجاني كذا سؤال مؤخرا عن البوينت كاتينج تكنيك، انه وليد لما انت بتكون معك لمقص بايدك وبتكون عم تقص بطريقه بارلل، يعني هذا الشعر، اوكي هذا الشعر هيك كون انا عم قص بهيدي الطريقه بالمقص بقلبه، اوكي ليش انا بكون عم بعمل هيك؟ بنقله بالانجليزي بوينت كاتينج تكنيك، حكتب لكم اياها وترجموها بالعربي، ما بعرف شو بتطلع، بس اسمه بوينت كاتينج تكنيك، يعني لما بكون المقص مواجه الشعر وعم بيفوتوا بهيك ببعض وعم بيشيل الشعر. ليش كنا عم نعمل هذا؟ في كتير نقاط لازم نغطيهم بهذا الفيديو، تقريبا احكي لكم عن خمس لانه كتير، بس اليوم رح احكي فقط عن خمس نقاط بهيدا الفيديو كتير مهمين لتوصلوا لاجمل نتيجه بالقصات اللي انتم عم تقصوا مشان تعرفوا شو عم تعملوا. فخلونا نروح ونبلش الفيديو ستيب باي ستيب، ليتس جو. اوكي اعزائي المشاهدين، فمثل ما عم تشوفوا معنا هيدا الموديل اللي كتير حلوه لليوم، مثل ما حكينا رح نغطي خمس نقاط بهيدا الفيديو، وركزوا معي كتير منيح اذا حابين تصيروا فنانين بالقص، اوكي؟ فركزوا معي. أول نقطة بدنا نعرف شو هو البوينت كاتينج تكنيك، رح أكتب لكم إياها بالإنجليزي على الشاشة وترجمها بالعربي، بس أنتم رح تسمعوا أكثر بالإنجليزي، يعني ما بعرف بالعربي شو بنقول المقص مواجه الشعر، يعني بما معناه. لما إيجي أنا عم باخذ خصلية شعر بهذا الشكل، أوكي؟ وإيجي بالمقص وعم قص باراليل للشعر، يعني هذا الشعر بيجي مقص وبيفوت لجوا باراليل بهذا الشكل. اوكي؟ شايفين كيف؟ هذا اسمه بوينت كاتينج تكنيك، بوينت يعني نقطة مواجه. المقص عم يواجه الشعر وعم يفوت بقلبه، هذا التكنيك اسمه بوينت كاتينج تكنيك. اوكي؟ هلا في طريقتين لتعملوا البوينت كاتينج تكنيك، في اثنين تكنيك، طريقتين. لما اجي انا اخذ قصة مثل ما حكينا، فيني اعمل باراليل. بتعرف شو يعني الباراليل؟ اكيد كنتوا بالمدرسه واخذتوا كلكم مات وبتعرف شو يعني باراليل، وعم تاخذوا بهذه الطريقه باراليل، يعني الشفره المقص والشعر اثنيناتهم بنفس الاتجاه باراليل لبعض. هذا اول تكنيك. التكنيك الثاني لما ناخذ قسم ونروح اكثر دايجنال، بتعرف كمان شو بتعرف شو دايجنال؟ باراليل ودايجنال بيكون منحني يا بهي الطريقه يا اما لفوق، يعني يا هيك يا هيك، نقول له دايجنال. لما اجي انا مثلا خدت قسم من الشعر وعم قص فيه دايجنال بهذا الشكل، طريقة شوي منحنية، اوكي؟ هيك بهذه الطريقة اسمها دايجنال، يعني الشعر والمقص مش باراليل لبعض، المقص شوي منحني على الشعر، شو بيكون؟ دايجنال. حلو الكلام. هيدي أول نقطة لما بكون أنا عم بعمل البوينت كاتينج تكنيك. فهلأ عرفنا شو هو البوينت كاتينج تكنيك، وعرفنا إنه في اثنين تكنيكين، أو باراليل الشعر والمقص موجهين بعض باراليل، أو بيكون هذا الشعر والمقص بيكون منحني يا بطريقة لفوق أو لتحت، هيدا بيكون دايجنال، يعني فايت عم يفوت بالشعر بطريقة دايجنال. هيدي خلصنا من النقطة رقم واحد، خلينا نروح على النقطة رقم اثنين. هلا منروح للنقطة رقم اثنين. لما اجي انا خدت سكشن مثل ما حكينا، اذا كنت باراليل للشعر وعم بضرب بس هيك من برا على الطرف على الطرف على الطرف، شو كن انا عم بعمل؟ عم نعم مزبوط؟ وراح اعمل softening. شو اسمه بالانجليزي؟ softening، يعني عم نعم. فما مفوت عم فوت كثير بالشعر لجوا، بس هيك على الطرف من لبرا 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 لبرا، هيك انا بكون عم نعم. هلا هيدا باراليل، عم فوت بالشعر بطريقه باراليل. لما اجي انا عم فوت بطريقه
diagonal، يعني مثلا عم فوت بطريقة هيك، شايفين كيف؟ شوفوا اذا بتلاحظوا، شوفوا كيف في مثل هون هيك بوينت، يعني نقطة عالية، وفي بيناتها هون جاب، يعني مثل فالي، بنقلها لايك ماونتن اند فالي، مثل الجبل، وهون تحت مثل الفالي، يعني الوادي، عالي واطي عالي واطي عالي. وهون مثلا رح نعمل بعد وحده هون، شوف كيف صارت هيك. شو ممكن عم نعمل نحن بالبوينت كاتينج تكنيك؟ بهذا التكنيك منكون عم نخلق تكشر، عم نعمل بيسز، يعني لما تيجوا عم تعملوا ستايل النهائي بالشعر بتحسوا كل هيدي الخصلة هيك مفصولة عن بعض، يعني هيدي خصلة الشعر مفصولة عن هاي، هاي مفصولة عن هاي، بتحسوا في تكشر، في حركة أكتر بالشعر. أما بالطريقة الأولى لما فتت بالشعر بطريقة هيك باراليل، فأنا عم بعمل تنعيم للأطراف، مش عم بخلق تكشر، أوكي؟ فهلأ صرنا بنعرف إذا عم بطلع عم فوت بطريقة باراليل بس على الأطراف، أنا عم بعمل softening، عم نعم. ولكن إذا عم فوت بطريقة diagonal للشعرة، أنا عم بخلق هيدا مثل الزيكزاك، جبل بوادي، جبل وادي. هذا اللي الزيكزاك والجبل والوادي شو راح يخلقوا لي؟ راح يخلقوا لي تكشر، حركة بالشعر، بيسينس. بيسينس يعني بيس، يعني قطعة، يعني بتحسها مثل كل شعرة خصلية لوحدة، أوكي؟ فهل عرفنا soft تنعيم والtexturizing أو الأد movement للشعر بالdiagonal technique، عم نخلق حركة بالشعر. ولكن بدنا ننتبه على شغلة كتير 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 مهمة، وأنا بشوف أكترية، يعني كتير من الستايلست بيعملوا هيدا المشكلة، هنو عم يعملوا point cutting technique، لما بياخدوا قطعة مثلا قسم من الشعر وهنو عم يروحوا diagonal، يعني أنت عم تفوت diagonal هيك بالشعر بهاي الطريقة، بيصيروا يروحوا كتير diagonal، يعني بصير عم يعملوا كتير، يعني انحناء الشفرة بده يكون ماشي. هيدا الشعر انا انحنيته شوي دياجنال اوكي، ولكن لما ايدي تنزل كتير لتحت كتير دياجنال، انا ما بقى عم بعمل بوينت كاتينج تكنيك، انا عم بخلق شانكي، انا عم بخلق هيك وزن كتير قوي. لما ينزل رح فرجيكم، لما ينزل على تحت على الشعر عم بده يعيش، بتلاحظوا انه بلشت عم بخلق لاين، يعني خط كتير تقيل. ولما اخلق هذا الخط الكتير تقيل شو رح يصير عندي؟ رح يصير عندي مشكلة بنهاية القصة، رح يطلع عندي في شيء غلط مو مزبوط، رح ارجع اضطر اخذ الخصلية اللي انا قصيتها من قبل وارجع فوت فيها عن جديد وارجع نعامها، يعني ارجع شيء الوزن. فانا من البداية عم بعمل شيء غلط، شايفين كيف شايفين الخط؟ شايفينه؟ ليه؟ لان انا من البداية لما كنت عم بعمل point cutting تكنيك، شو كنت عم بعمل؟ كنت عم فوت كتير diagonal، يعني ما كنت عم ميل ايدي شوي، كنت عم ميلها كتير. بلا بلشت اخلق هيدولي لتشانكي بيسز، كنت انتبهوا، اوكي؟ diagonal شوي مش كتير، فهيدا كمان انتبهوا له. فهون مثل ما شفتوا خلقنا مشكلة، ولكن برجع مزبطها عدين منها مشكلة. فهيدا اذا الشيء عم يصير عندكم بالقص، هلأ عم تنتبهوا انتو شو عم تعملوا بالpoint cutting. فخلونا هلأ نروح للنقطة الثالثة. عملكم هذا الفيديو بيعقد، اسمعوا كل شيء عم حصلتكم هذا الفيديو، لأن ما حتشوفوا هيدي المعلومات على ولا قناة تانية، بوعدكم أنا هذا الشيء ما حد حيعطيكم نيم مثل ما بيقولوا ببلوشي. فيلا خلينا نروح على النقطة الثالثة، يلا دعولي انتو عم بتصلوا. هلأ بالنقطة الثالثة ممكن حدا يجيني مثلا يقول لي وليد، طيب أوكي أنا لما خدت قسم عم قص، شو الفرق بين انك عم تفوت نتفة بالشعر وعم تفوت كتير، او مثلا عم تفوت كتير لجوا، اوكي؟ ايمتى بنعمل هيدا وايمتى بنعمل هيدا؟ حلو الكلام كتير. اول شيء المقص جدا مهم قديش طول الشفرة، يعني مثلا هلأ عندي انا هون عندي هيدا المقص، اذا بتشوفوا هيدا المقصين، شوف هذا المقص قديش اطول من هذا المقص، هذا المقص مثلا 5 انش، ده 6.5، اوكي؟ فبتشوفوا قديش في فرق بالشفره، هيدي الشفره اطول. فهلا مثلا انا اذا بدي اخذ القصير، خليني اخذ مثلا القصير، جدا مهم يكون عندكم كذا شفره، يعني كذا مقص، انه مش يعني بيخلقوا فرق بالتكنيكات، كل مقص بنستخدمه لتكنيك معين. فانا مثلا خدت قسم مثل ما حكينا
اذا عم اضرب بطرف الشعر هيك من برا انا شو عم بعمل؟ عم ناعم softening. طيب اذا انا اي متى بستخدم softening؟ softening لما انا يكون مثلا عندي مثلا وزن هون على الطرف وبدي نعمه شوي، يعني بس بدي اشيل منه نتفة صغيرة نعمه خلص، بضرب بص على الاطراف وبينزل عادي حلو كتير. ولكن اذا انا كان عندي مثلا كثافة كتير عالية وبدي اشيل وزن من جوا، يعني من القلب بدي فوت لجوا بقلب الخصلية غمي اكتر شيل وزن اكتر من جوا، فلازم روح على شفرة اطول مثل هذا المقص، شفرته اطول اوكي. بس هذا 6.5 فيكم هسه تروحوا على 7، انا ما عندي 7 مثلا، بس اذا بدكم فيكم يكون عندكم 7.5 انشز، يعني هسه حتى بفوت هسه اكثر لجوا. فبدل ما انا اكون عم بس عم نعم على الاطراف انا بصير عم شيل وزن من جوا، بصير فوت بهيدي الطريقه لجوا قد ما فيني بغمي على طول شفره المقص بهيدي الطريقه اوكي. حلو الكلام. فهلا صرنا بنعرف ليش منفوت لجوا منغمق وايمتى مندلبس برا وشو الفرق بالمقص. يعني مثلا الشفره الطويله رح اقدر فوت لجوا، الشفره القصيره رح ما رح اقدر، ما حتقدر تروح لجوا لان شفره المقص قصيره. فهلا صرنا بنعرف انه اذا كان عندنا اكثر من مقص جدا مهم، واذا انا بدي نعم بس على الاطراف بدلبس على الاطراف بس لاعمل بلاند سوفتنينج، اما اذا بدي اشيل وزن لازم غمق وفوت بالخصلية لجوا بشفرة مقص طويلة. هلأ منروح للنقطة رقم 4. بتقولوا لي وليد فينا نعمل هذا التكنيك على الشعر المكسبر الكيرلي؟ بقلكم فينا وما فينا. شو يعني؟ إذا خدنا سكشن بهذه الطريقة أوكي؟ حلو الكلام؟ وجينا وبلشنا ننعم الأطراف بهيدي الطريقة، ننعم 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 على الشعر الكيرلي، بس نشفنا الشعر حلو الكلام وعم نعمل له ستايل. كل ما نعمنا هون وعملنا بوينت كاتينج كل ما عم نخلق فراغات، كل ما خلقنا فراغات أكتر كل ما الشعر رح يصير فريز. فريز يعني شو بيقولوا فريز بالعربي؟ ينبر، بصير هيك في شعر مثل كأنه مقصف هيك اخره منبر، ما بيطلع حلو، بيطلع فيه فريزي كتير، فريزي بيطلع كتير بشع، ما بيزبط هذا التكنيك على الشعر الكيرلي. ولكن نحن في شبه الانجليزي منقول الكيرلز نيدز فريندز، يعني الويف تبعهم محتاجين اصدقاء لانه هن بيلفوا على بعض مزبوط، ما هن بيلفوا الشعر كلهم بيلفوا على بعض مش يعطونا هذا الكيرلي لوك طبيعيا، يعني عم بحكي. ف لما اجي انا بدي اعمل بوينت كاتينج على الكيرلي هير، اذا حكي عملت بهيدي الطريقه عم نعمت كتير باراليل، شو راح يصير؟ راح ينبر الشعر ويطلع بشع. ولكن الطريقه اللي انا فيني قصها على الكيرلي هير فيني اعمل الدياجنو اوكي. اذا عملت دياجنو بهيدي الطريقه الكيرلز حكينا انه بيحتاجوا فريندز، لما هيدي الخصلية هون مجموعة على بعض هيدولي راح يلفوا على بعض ويعطونا كير، راح يلفوا على بعض ويعطونا كير، وهيدولي راح يلفوا على بعض يعطونا كير، وهيدولي راح يلفوا على بعض يعطينا كير، فما حيخلقونا هذا الفريز. فإذا قصيناهم بهذه الطريقة ليتل بت شانكي أوكي الويف تبعه ما راح يتأثر، راح يطلع حلو بالستايل النهائي. ولكن إذا نعمنا كتير باراليل راح يطلع كتير فريزي وراح يطلع كتير 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 بشع، ما يزبط هذا التكنيك عليه. فهلا صرتوا بتعرفوا شو هو التكنيك اللي بيزبط على الكيرلي هير والتكنيك اللي ما بيزبط على الكيرلي هير. فخلينا نروح للنقطة الخامسة والأخيرة بهذا الفيديو. أنا بالثلث ما قلت لكم في مليون معلومة عن هذا التكنيك وليش وكيف وين، بس ما فيني أحكي كلهم فرد فيديو، بيصير الفيديو 3 ساعات، وبعرفكم أنتم بتحبوا الفيديوكم بس دقيقة ونص، يعني كتير بتشتكوا من طول الفيديو فعم نعملكم إياه قصير. فخلونا نروح على النقطة الخامسة اللي بعدها والأخيرة. النقطة الخامسة والأخيرة بالفيديو تبعنا لليوم هايدي كتير انترستينج كتير مهمة، يعني راح تحبوها. أنا شو راح أعمل؟ راح أعمل هلأ مستيك، يعني أعمل غلطة أخلق مشكلة بالشعر للزبونة، نخلق لها مشكلة
وانا اكيد اجتكم هذه المشكله بعده مرات وبكنت حلوه. كيف كنت حلوه؟ خلينا نقول على مثل ما بيحكوا low elevation، جينا قصينا الشعر، يعني انا اختين قصم كتير 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 كبير، خلينا نزغر شوي. اوكي خلينا اخذنا قصم بهيدي الطريقه وجينا قصيناه بهيدي الشكل. نحن شوف كان على اساس نحن قصينا layers، يعني طبقات. حلو الكلام. لما نزل اذا بتراقبوا اكيد صار عندكم هيدي المشكله كتير، تيجوا بتشوفوا هون ليك هو ليك دس الوزن كيف صار، صار خط كتير قوي. هيدا مش حلو، اكيد مش حلو، مزبونة شو تقول ايش هيدا. فلما يجي انا بدي صلحها او حدا راح قص محل تاني يجي لعندكم بدي يصلحها، بس ما انتو عملتوها، نحن خلقناها عن قصد عشان فرجيكم كيف كون زبطوها. ايش تنبينا بالمشط كل سهولة، تعالوا من تحت ورفعوا الشعر لفوق رح تبين، فانتو رح تاخدوا هيدا الخصلة اللي عندكم فيها مشكلة. اما بقية الشعر هيدا ما عندكم فيه مشكلة فاتركوه. فاخدنا الخصلية، حلو الكلام؟ خلونا نرجع شوي لهيك، اوكي حلو. هلا نحن حكينا، خلينا ننزل هيدول، ناخذ بس الخصلية اللي نحن عملناها عن قصد مثل ما بيقولوا. حلو الكلام. هلا صار عندنا مشكلة خلقناها بالشعر. لما يجي انا بدي اصلحها مثل ما بيقولوا، شايفين قديش قوية الحرف تبعها؟ كثير قوية. فإذا عملت هذا التكنيك للبارالل، يعني مثل ما نحن حكينا جينا وعملنا بهيدا الشكل، نعمنا نعمنا قد ما فينا عملنا عين ونزل بعدها معلمة ما روحت، بتقولي ولي الشهدة ما عم يزبط، ما زبطت يعني. فحقلكم شو السبب. راح ناخذ الخصية نفسها، التكنيك الأولاني ما بينفع، يعني إذا عملته التنعيم بس على الأطراف ونزلت بعدها السهم علمة ما يعني ما راح يروح الخط، فراح تضطروا تستخدموا التكنيك الثاني مثل ما حكينا، الشفرة تكون طويلة وتفوتوا بقلب الشعر لجوا بهيدا الشكل. شايفين كيف؟ كنت شيلوا وزن من جوا. هلا خففنا من الوزن، يعني لازم تستخدموا شفرة طويلة. هلا لما ينزل نعم ما بقى مبين، اذا شفتوه بعد مبين شوي فيكن ترجعوا عليه مثلا مرة، اوكي، وكمان ترجعوا تعملوا له مرة تانية، بس مثل ما حكينا بكون تفوتوا بقلب الوزن لجوا. هلا لما ينزل لعبوا الشعر اختفى، ليه؟ مزج، صار المزج تاعه احسن. فهذا انتم حسب تقديركم، حسب شعر الزبونه قديش كثيف قديش هذا. فمثل ما نعرفنا ما فيكم تعملوا هيدا التنعيم الخارجي وينزل الشعر ويمزج، ما حيمزج، فحتضطروا تفوتوا بقلب الشعره لجوا تشيلوا وزن، بدل ما تنعموا من برا بكون تشيلوا وزن من جوا. فلما ينزل تنزل الخصليه هلا مزج ما بقى مبينه، عرفتوا كيف؟ هيك بالصحيح هو. اذا لقيتوها السهم بعد مبينه شوي ترجع عليها مرتين ثلاثه، بتكون كمان كنت تنتبهوا يعني ما تشيلوا كمان 90% من الوزن، يعني خلص روح الشعر، بس كنت دلكن عم تشيلوا بشيء قدر معقول انه تمزج، وبنفس الوقت كمان ما تكون الخصليه اللي انتم اخذتوها كلها راحت، يعني عكس ما قصيتوا فيها. فهلا صرنا بنعرف كيف نحل هيدي المشكله. فهيدا الفيديو كان تبعنا لليوم، ان شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو وتكونوا حبيتوا كل هيدي المعلومات وانبسطتوا فين يا رب. واذا عم تحبوا فيديوهاتي كالعاده بقلكم ما تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب اللي هو زر الاشتراك بالقناه، وفعلوا زر الجرس مشان توصلكم نوتيفيكيشن اي رساله جديده ان انزل فيديو جديد وما اروح عليكم اي شيء. وكالعاده بقلكم بحبكم كثير وبشوفكم بفيديو جديد، وتشاو فور ناو.